إذا مشروع جديد يحتفي به السعوديون في رحلتهم إلى تحقيق رؤية عشرين ثلاثين هذه المرة شمال غرب المملكة مشروع نيوم نخصص له نشرة رابعة لهذا اليوم إلى جانب مبادرة مستقبل الاستثمار فأهلا بكم ولي العهد السعودي يطلق مشروع نيوم بكلفه نصف تريليون دولار في أراضي سعوديه مصريه أردنيه. مبادرة مستقبل الاستثمار تجمع أقطاب الاقتصاد من حول العالم في قلب الرياض. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع نيوم وجهة المستقبل. وهو المشروع الأول من نوعه عالميا والمستثمرون شركاء في صياغة أنظمته. كما أنه يعد مشروعاً إستثنائياً يربط القارات الثلاث ويضم أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة عالمياً. مشروع نيوم يمتد على مساحة 26,500 كيلومتر ويتيح موقعه ان يتحول سريعا الى مركز عالمي يجمع افضل امكانات المنطقه العربيه واسيا وافريقيا واوروبا وامريكا في مكان واحد. كما سيتم دعم نيوم باكثر من 500 مليار دولار خلال الاعوام القادمه من قبل المملكه وصندوق الاستثمارات العامه بالاضافه الى المستثمرين المحليين والعالميين. المشروع عبارة عن مدينة استثمارية متكاملة ويشمل أراضي أردنية ومصرية. الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع نيوم سيكون في العام 2025. ويطل المشروع على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو مترا. ويسعى مشروع نيوم ليكون الأكثر أمنا والأعلى كفاءة والأفضل في معايير المعيشة والعمل في العالم. والمكان الذي يصنع او يصنع فيه المستقبل فضلا عن انه ياتي في اطار التطلعات الطموحه لرؤيه 2030 بتحول المملكه الى نموذج او نموذج عالمي رائد ومعنا من الرياض انضم الينا موفد العربيه عقيل بو خمسين. مرحبا بك عقيل معنا في نشره الرابعه يعني دعني ابدا معك من ردود الفعل بعد الاعلان عن مشروع ضخم مشروع مستقبلي مشروع طموح وهو مشروع نيوم اهلا وسهلا بك انتهت قبل لحظات الجلسه التي حضرها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والتي اعلن من خلالها رسميا عن هذا المشروع. اذا تسمح لي ان اشير الى ما قاله الامير محمد بن سلمان حول هذا المشروع كان هناك عدد من العبارات التي اعتقد انها سوف تظل في اذهان كل من حضر جلسه هذا اليوم. الامير محمد قال بان هذا المشروع هو مشروع للحالمين. لا مكان للمستثمرين او للشركات التقليديه وان نعم هذا وان هذا المكان هو مكان سيكون للمبدعين الذين يريدون صنع الفارق في في هذا العالم. المشروع هذا هو مشروع كبير وضخم جدا عمر تحدث عنه الامير محمد بحماس كبير جدا وقال ان الاراده السياسيه في السعوديه مُصِرَّه بشكل كبير على صناعة هذا الفارق م. في نهاية هذه الجلسة تحدث الأمير محمد عن أن التنمية التي ستطال منطقة الشمال في السعودية أو منطقة م. تبوك سوف تطال المدن والمناطق الأخرى في المملكة أيضا خلال السنوات المقبلة م. ردود الأفعال هي بالتأكيد إيجابية جداً للسعوديين الذين حضروا هذه الجلسه قال الامير محمد بان العنصر السعودي سيكون هو عامل النجاح الاول والاكبر لهذا المشروع بالنسبه للحضور الاجانب الذين تواجدوا اليوم في هذا المنتدى وحضر وحضروا جلساته هم بكل تاكيد مبهورين لانهم يعيشون مرحله انتقاليه جديده في في السعوديه. مرحله يتواجد فيها العنصر الشاب ومرحله تريد الانجاز وبسرعه. احد الاسئله التي اجاب عليها الامير محمد خلال هذه الجلسه. قالت له مقدمة هذه الجلسة بأن التغييرات التي تحدث في السعودية هي تغييرات كبيرة جدا خلال فترة قصيرة. نعم لماذا يحدث هذا 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 التغيير بهذه السرعة؟ م. الأمير محمد قال بكل وضوح بأننا لا نأتي بأشياء جديدة. نحن فقط نرجع لما كنا عليه قبل ثلاثين عاما من من انفتاح. على المدن وعلى الدول الأخرى عقيل طبعا سنكون, سنكون نحن معك خلال الأيام أو اليومين القادمين لأخذ المزيد حول أيضا منتدى مستقبل الاستثمار كذلك الذي تستضيفه الرياض شكرا جزيلا حتى الآن للزميل عقيل بوخمزين موفد العربية للحديث والتفصيل أكثر حول هذه الأخبار ينضم إلينا من جدة رجل الأعمال حسين شبوكشي ومن الرياض المحلل الاقتصادي فضل البوعينين مرحبا بكما ضيفي الكريمين في نشرة الرابعة يعني دعني أبدأ معك أستاذ حسين معنا يعني لا أعلم بالضبط من أين أبدأ يعني الأخبار كثيرة يعني هنالك منتدى يعني ضخم جدا على هامشه وأخذ الأضواء مشروع مدينة نيوم الذي اعلن عنها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يعني هل كنت تتوقع يعني مشروع بهذا الحجم تتبناها السعوديه والى اي مدى يجعلنا ذلك نستشرف اكثر مستقبل الاقتصاد السعودي اختصار شديد عناوين الاستثمار في العالم اليوم تحتل السعوديه بامتياز اليوم السعوديه تتصدر عناوين نشرات الاخبار ووكالات الانباء في الشان الاقتصادي بامتياز م. 22 صندوق عالمي وواصلين للمملكه العربيه السعوديه للمشاركه في حدث الاستثمار وحجم مجموعة الاستثمارات التي تملكها هذه الصناديق تعادل ربع اقتصاد العالم. هذه جمله لا يستطيع اي نظام اليوم حاكم في اي بلد في العالم ان يحدثها، ان يجمع هذه رؤوس الاموال لاخذ الاهتمام والتطلعات والحلم حتى والخيال والتخيل في مستقبل جديد إلا فيما يحدث الآن في السعودية نعم. وعندما تترجم بصورة فورية ومفاجئة هذه الأحلام إلى إعلان عن مشروع شبه خيالي لأنه مم. كل ما تم التحديث عنه سابق عشر عصره بعشرات السنين مم. وكما تفضل أحد المسؤولين بذكر الأمير محمد بن سلمان لما عندما قال أن على الحالمين فقط القدوم صحيح. إلى الاستثمار في نيوم هذه الوحدة جملة تقنعنا أن السعودية انتقلت الآن حتى في طرحها الاستثماري حتى في تخيلها والارتباط مع شركائها إلى مرحلة تتفوق على كل ما حدث في المنطقة أو حتى على المستوى العالمي إلا في حدود ضيقة جداً ولكن المهم جدا أنه أن نربط هذه الأحداث ببعض مم. هذه الخريطة اليوم الخريطة الاستثمارية السعودية والمشروع الذي تم الإعلان عنه يخاطب ثلاثة أشياء رئيسية جدا في الطموح السعودي مم. يخاطب طموح الصين ومشروعها الخاص بالحزام مم. وطريق الحرير فهو مكمل له وليس جزء منه مم. وأيضا يربط القارات الثلاثة الاستراتيجية في تعاملها الاقتصادي مم. آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر المنصه الرئيسيه للاستثمار في السعوديه مه. ويربط ايضا البعد الجيوسياسي للسعوديه مع الاردن ومصر واستكمالا مه. للمشاريع التي تعهدت السعوديه بانجازها من بنى تحتيه كالربط الكهربائي ومشروع جسر الامير سلمان مه. فهناك سياسه هي اتوقف عند نقطه كاملة الموقع الجغرافي وايضا فضل. ديمغرافية المنطقه واسال الاستاذ فضل البوعينين يعني لو نلاحظ الموقع الجغرافي لمشروع نيو وهو يعتبر بمثابة حلقة وصل الآن بين ثلاث قارات نتحدث عن آسيا وأفريقيا وأوروبا وبحسب المعادلة الذي وضعها القائمون على هذا المشروع بأن 70% من دول العالم تبعد فقط ثماني ساعات فقط كحد أقصى طيران يعني للوصول لهذه المنطقة إلى ماذا يدل لك هذا البعد واختيار الموقع الجغرافي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد ان الاختيار كان موفق والاختيار لم يكن اليوم بل اعتقد ان اختيار اقامه جسر الملك سلمان بين مصر والسعوديه وتطوير تلك المنطقه كان ضمن رؤيه استراتيجيه بعيده الامد وبالتالي هذه المرحله الثانيه، المرحله الاولى كانت الموافقه على انشاء الجسر، اليوم اقامه هذه المدينه الجديده وبالتالي هذه الرؤيه الاستراتيجيه تحاول ان تربط بين قارات العالم من جهه وتحاول ايضا ان توثق بين الدول العربيه المتلاصقه من جهه اخرى وبالتالي يكون هناك تكامل حقيقي، ايضا هناك جانب مهم فيما يتعلق باطلاله ثلاث دول على هذا المشروع وبالتالي كاننا نتحدث عن منطقه حره مستقله وان كانت تابعه للمملكه العربيه السعوديه، وسمو ولي العهد اشار بوضوح الى ان هذه المدينه ستبنى من الصفر وبالتالي ستكون الانظمه متوافقه مع ما يخطط لانشائه في هذه المدينه بل ان اكثر من ذلك ان المستثمرين ورجال المال والاعمال هم من سيشاركون في وضع مثل هذه الانظمه نعم. لتكون متوافقه مع البيئه التي غرست في هذه المنطقه بشكل عام اجزم ان هناك رؤيه استراتيجيه تدعم التقارب العربي العربي اضافه الى ربط نعم. هذا العالم بالمجتمع الدولي بشكل كلي استاذ حسين يعني نقطه ان الانظمه التي ستحكم هذا المشروع سيتاح لرجال الاعمال والمستثمرين صياغه هذه الانظمه كيف تنظر لهذا الامر كشخص اقتصادي ورجل اعمال كذلك بان يكون المستثمرون هم من يضعون الانظمه التي تحكم هذه المنطقه الجغرافيه رجل الاعمال السعودي اليوم اصبح متمرس ولديه الخبره الكبيره في التعامل مع الانظمه والقوانين المختلفه حول العالم، فلديه خبره تراكميه من الممكن ان يفيد فيها بلاده ولا تعاد فيها اختراع العجله مره اخرى، فتقدم زبده هذه الخبره الى المسؤولين وبالمشاركه في صناعه القرار بدلا من التجربه والخطا والتجربه والخطا كما كان يحدث في السابق. هل هذا الامر له دور في جذب المستثمرين ويوشأ. اكثر لهذا المشروع؟ بدون شك هذه عملية فيها قناعة وفيها مم. إبهار في نفس الوقت لأنك مم. أن تقنع الدول والشركات والأفراد بأن هناك قوانين استباقية فيها مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المجرب وال... وصاحب الخبرة العالمية ست... ستريح المستثمر والذي وال... سيقبل على التجربة بقلب جريء مم. وليس بحذر وخيفة وقلق مم. وخصوصا بان الانظمه ستكون طبعا يعني مرنه وسيعفى قاطنوها من الضرائب والجمارك الا ما عدا الامور السياديه طبعا هذا الامر الى اي مدى سيعطي هذه المنطقه دعنا نقول اريحيه اكثر في التعامل مع رجال الاعمال مع القاطنين ويكون هنالك عمليه ترابط وسلاسه استاذ فضل ابو عينين طبعا هذا من من أهم الأمور اليوم إذا أردنا أن نحفز الاستثمارات في التدفق لهذه المنطقة فلا بد أن تكون الأنظمة والقوانين متوافقة مع رؤية المستثمرين الدوليين أي المنتمين لجميع دول العالم لأننا ننظر اليوم إلى منطقة تعتبر وجهة للعالم في استثماراته ومن هنا ستكون عملية الأنظمة التي ستوضع وتخصص لهذه المنطقة هي من المحفزات لجذب الاستثمارات من جميع الجوانب وهذا من الأمور الجيدة هناك أيضا جانب آخر يجب أن نقول أن هناك أيضا الإطار العام للأنظمة وبالتالي ربما يكون هناك إطار عام وتوضع هذه الأنظمة في داخل هذا الإطار دون أن تتجاوزه إضافة إلى ما أشرت إليه من قبل وهي الأمور السيادية وهذا أمر غاية في الأهمية هناك أيضا علاقة في إحياء هذه المنطقة من الجوانب السياحية الاستثماريه والصناعيه بحيث ربما يكون التنقل بين الدول الثلاث اكثر سهوله من التنقل الحالي الذي نراه اليوم والسبب ان المنطقه ستكون منطقه حره متكامله وان لم يقال عنها ذلك. هناك نقطه مهمه اذا سمحت لي فيما يتعلق طبعا. بالمدن الحالمه وهذا امر غايه في الاهميه، اليوم المملكه العربيه السعوديه كان يقال ان المملكه تحلم، اليوم المملكه تنفذ بعض هذه الاحلام التي حلمت بها خلال العامين الماضيين واليوم نرى مشروعات متتابعه ومنها هذا المشروع الجيد وايضا اشير الى مقاله سمو ولي العهد النقطه الاكثر اهميه وهي ان جميع مناطق المملكه ستحظى بمثل هذه المشروعات وهذه بشاره خير لجميع المواطنين السعوديين الذين يقولون لماذا لا تحظى منطقتنا بمثل هذه المشروعات اليوم هناك وعد محمد بن سلمان ان تصل هذه المشروعات الى جميع مناطق المملكه وهذا ما نحتاجه في رؤيه استاذ حسين يعني ولي العهد الامير محمد بن سلمان قال بان حجم المشروع سيكون 500 مليار دولار وسيدعم صندوق الاستثمارات العامه هذا المبلغ مع المستثمرين ايضا المشاركين في هذا المشروع ولكن هذا الامر كيف سينعكس وتاتي عمليه المحاصصه المحاصصه الان كيف نقسمها على ثلاث بلدان كيف كل بلد كم سيأخذ حصته ماذا عن جسر ايضا الملك سلمان الذي اعلن هل هو كذلك انشاؤه من ضمن هذا المبلغ او تحت هذا المبلغ كذلك لارسال رسالة طمأنينة اخوي عمر للساده المشاهدين خلينا نحط المثال بال باللغة العامية نوعا ما، إذا كانت هذه بطولة كرة قدم فالحاضرين اليوم كانوا ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد، حجم الأسامي والنوعية والكم اللي موجود هم زبدة صفوة الصفوة في عالم الاقتصاد والأعمال والاستثمار م. في العالم اليوم. م. المملكة اليوم انضمت إلى نادي نخبة النخبة في المجال الاستثماري وأصبحت نقطة الجذب الأولى الأولى على خارطة الاقتصاد العالمي م. وأنا أقولها ولا أتحمل مسؤولية هذه الجملة اليوم الشركاء بكلمة شركاء أصبحوا في الصف الأول ويهمهم نجاحهم لأن فيها سمعتهم وفيهم جدارتهم ومصداقيتهم فبالتالي لدينا قاعدة من الشركاء الحالمين والواعدين والقادرين م. والناجحين من الممكن أن يرسلوا رسالة طمأنينة للغير المتردد حتى الان في تصديق ما يمكن ان يكون وبالتالي يشارك في هذه المساله لانها نجاح المشاريع التي من هذا النوع هي نجاح للسعوديه ككل وليست لافراد ولا مجاميع خاصه. ولعل هنالك بوادر كذلك عن عن الشركاء الذين تحدثت عنهم ولعل رئيس مجموعه سوفت بنك وحديثه كذلك في هذه الجلسه بان هنالك اقتناع تام بمشروع نيوم وان المجموعه لن تتردد في الاستثمار فيه كذلك ولكن اسالك سيد فضل يعني عن العوامل الاخرى يعني و الامير محمد بن سلمان تحدث بان هذه المدينه سيتم الاستثمار في تسع قطاعات من ضمنها طبعا مستقبل التقنيه، المدينه الذكيه، انترنت الاشياء وما الى ذلك. والروبوتات ومشاركتها كذلك وسيكون اكثر من مشاركه البشر في في هذا المشروع. ما الذي سيجذب المستثمرين من هذه القطاعات سيد فضل؟ انا اعتقد ان جميع هذه القطاعات جاذبه ولكن تعتمد يعتمد حجم نسبه الجاذبيه بحسب تخصص هذه القطاعات، على سبيل المثال عندما تحدث تحدثت بعض احد المتحدثين تحدث عن تزويد الطاقه المنطقه المستهدفه بالكهرباء من الطاقه الشمسيه وتحويلها الى مدينه نظيفه متكامله، هذا جزء من الاهتمام، هناك اهتمام اخر مرتبط بالروبوتات على سبيل المثال صندوق رؤيه سوفت بنك قد يكون جزء مكمل لهذه المنطقه وبالتالي الاستثمار الاكبر يكون في التقنيه التي تشتهر بها يشتهر بها هذا الصندوق هناك ايضا الجوانب الاخرى المتعلقه بالسياحه والترفيه والصناعه كل هذه الامور ستتوزع بين الشركات التي تهتم في هذا القطاع فكل قطاع سيكون مخصص له شركات محدده يمكن ان تساعد على استكمال المنظومة المتكاملة نعم. لهذه سيد حسين المذينة. إذا بأقل من دقيقة إذا سمحت لي عذرا أستاذ فضل سيد حسين بأقل من دقيقة هل تريد تعلق على أن على مسألة أن المنطقة بكر والأرض يعني ممكن أن يعاد تأهيلها من من الصفر كما ذكر ولي العهد تريد تعليق على هذه النقطة باختصار لن يعاد تأهيلها هي تطلق من الفراغ تطلق نعم. بالأحلام تطلع بالخيار تطلق بالإمكانيات المطلقة فبالتالي عينان السماء هو الأمال والأفاق شكرا لضيفي الكريمين الأستاذ حسين شبكشي رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي كذلك فضل ألبو عينين من الرياض شكرا لكما انتهت هذه النشرة نشرة الرابعة والتي خصصنا جزءا منها للحديث عن مشروع النيو في أمان الله Thank you.